من أجزاء من جنوب لبنان أو ما يعرف في لبنان بذكرى التحرير، فترة زمنية تغيرت فيها كثير من الأمور، لكن الأهم بالنسبة لهذه الذكرى هو تحول سلاح حزب الله الذي قاد المقاومة إلى محل خلاف بين الأطراف السياسية اللبنانية. مراسلنا علي هاشم يستذكر عبر تقريره التالي من جنوب لبنان هذه المحطات. خرجت إسرائيل من هنا قبل 11 عاماً، خرجت مجبرة ومعها مئات من جنود عملائها. خرجت لكن الجنوب لم يخرج من دائرة الضوء. على الحدود مباشرة تزرع الأرض بأشتال التبغ، التبغ الذي قال نزار قباني فيه يوما أنه يقاتل. هذا عدو بالطريقة الصحيحة، نفزعت منه يعني أكلك، وممكن أنت على قد المسؤولية وعلى قد التحديات فبصير في شيء من المعادلة. كثيرة هي الأحداث التي عصفت بالجنوب منذ تحريره. حرب لبنان الثانية عام 2006 أبرز تلك الأحداث. بعدها انتشرت على الجانب اللبناني قوات الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي أنهى حربا ضروسا بين حزب الله وإسرائيل. نحن نتعامل مع نقاط الضعف على امتداد الخط الأزرق ونطرح ونطبق تدابير معينة لتفادي حدوث ما قد يؤدي إلى تصعيد. حاضرة هي قوات الأمم المتحدة، لكنها في الوقت عينه تبدو عاجزة عن التدخل عندما تشتعل الأزمات. وما حدث قبل أيام في مارون الراس من إطلاق نار على الفلسطينيين خير دليل على ذلك. وإذا كان حادث مارون الراس يشكل تحديا للأمم المتحدة، فإن الأحداث في سوريا قد تجد لها انعكاسا إما على جبهة الجنوب أو على وضع المقاومة فيه. ليس هذا العام كعام التحرير، فبينهما كثير اختلاف. حروب خيضت ورؤوس أطيحت وعروش سقطت. لم يبق من عصر التحرير إلا التحرير، فحتى سلاح التحرير أضحى محل خلاف. على طريق العودة إلى بيروت تودعنا راية حزب الله، حزب السلاح كما تسميه بعض من قوى الرابع عشر من أذار. لن يعد باستطاعة النظام اللبناني أن يعيش مع هذا السلاح، وبأسباب موضوعية جدا. النظام اللبناني نظام حساس جدا، وقدرته على مواجهة المجتمع الدولي والمجتمع العربي محدودة مهما بالغنا بقوتنا. لكن الحزب لا يرى نفسه معنيا بكل هذا النقاش تحديدا، وأنه حتى اللحظة يعتقد جازما أن سلاحه ضمانة لأمن لبنان في وجه مطامع إسرائيل. ولا تزال إسرائيل تنتهك السيادة اليومية اللبنانية بصورة يومية في البر والبحر والجو، وبالإضافة إلى كل ذلك كما تعرف أن إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى فرض تسوية القضية الفلسطينية على قاعدة توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم. علي هاشم، الجزيرة، مارون الراس، جنوب لبنان. قرر النائب العام في مصر إحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهم قتل وفساد. وكانت قرارات بالحبس الاحتياطي قد صدرت بحق مبارك ونجليه علاء وجمال خلال استجوابهم في تهم قتل متظاهرين واستغلال نفوذهم والإضرار عمدا بأموال الدولة. كما صدرت قرارات بالقبض على حسين سالم رجل الأعمال المقرب من الرئيس المخلوع الهارب حاليا. مراسلنا سمير حسن رصد ردود الفعل على القرار من القاهرة. ترحيب القوى الثورية في مصر بقرار النائب العام لم يمنعهم من الإصرار على مطالبهم التي يعتقدون أنها طوق نجاة لإنقاذ ثورة يناير. تسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فاعلية، وتسريع عملية جمع التحريات والأدلة. علنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين. بعض رموز القوى الوطنية في مصر أوضحوا أن إصرارهم على محاكمة الرئيس المخلوع ليس من قبيل التشفي، وإنما ليكون عبر